قامت هذا اليوم وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدا مدعمة بمروحية السرب الجوي وعلى إثر رصد جوي لثلاث أشخاص يقومون بإضرام النيران على مستوى غابات ولاية سكيكدا ببلدية تمالوس سكيكدا على الفور. تم إخطار الوحدات العاملة بالميدان وتوقيف الفاعلين ليتم على الفور إخطار السلطات القضائية المختصة، أين تم مباشرة التحقيق تحت إشراف السيد النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدا. وعليه انتهز هذه الفرصة لتحسيس ولفت انتباه المواطنين بضرورة التبليغ عن أي محاولة لإضرام النار سواء كانت الأرض مملوكة للفاعل أو للغير، وهذا بالتبليغ عن طريق الرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني، حيث أنه مهما كانت دوافع إضرام النار سواء إجرامية أو بغرض تحقيق أغراض شخصية كتدمير الوعاء العقاري لأجل استغلاله في الزراعة أو استغلال مخلفات الحرائق الغبية في إنتاج مادة الفحم بطريقة غير شرعية أو التعمد في حرق المحاصيل الزراعية للاستفادة من التعويضات المادية، إذ يجب التذكير بالعقوبات الواردة في نص المادة المواد 396 إلى 399 من قانون العقوبات، والتي تتراوح عقوبتها من السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 سنوات. أما إذا تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون السجن المؤبد، وإذا أدى الحريق العمدي إلى موت شخص أو عدة أشخاص فتكون العقوبة هي الإعدام.